احنا بالحاج الشيطان ينرجم مرة واحدة، احنا باليوم ننرجم 20 مرة، يعني من نفوت بالحجار هذا. تفاجأ بسيارة واقفة، سيارة واقفة على الخط، يعني بصعوبة تقدر تتلافها وانت جاي تسير مثلا بسرعة 80 أو 90. هذه المهنة يعني من اجيت لها عن طريق الدراسة وهذا، وانا كنت حابها هاي المهنة، يعني رايدها، يعني كانت ببالي اريد يعني اصير سائق قطار. واحنا يعني هم عائلة سككية، يعني احنا يعني الوالد وعمي يعني كان بهاي المهنة، يعني متوارث هاي المهنة. اي فقلت لك يعني انا تخرجت مع السكك قسم القيادة والتشغيل، وظلينا يعني بوقتها طلعنا ويا السواق القدامى اللي هسه يعني حاليا طلعوا تقاعد، وكانوا يعني ناس هم اللي يعني اشتغلنا وياهم وعلمونا السياقة، وعلمونا اكو امور فنية علمونا اياها واحنا اخذناها من عندهم يعني. اي نعم، واشتغلت على جميع القطارات تقريبا، اشتغلت على القاطرة الاسبانية وعلى القاطرة الصينية وعلى القاطرة البيلاروسية وعلى القاطرة الالمانية، واشتغلت عليهن، واشتغلت على جميع الخطوط، خطوط المسافرين، قطارات المسافرين وخطوط البضائع، هذن اشتغلت عليهن. وهذا قطار حديث تقريبا جانا 2014، الدي ام يو، نظام الدي ام يو، نظام المكاين الاثنين، يعني المحركات نجي تي ام بي محرك، هذا يعني ثابت اشتغلنا عليهن. وماكو قطار سهل وسياقته مريحه، وقطار حديث يعني من جميع النواحي، من يعني من ناحية التبريد والتكييف، يعني وقت الصيف التبريد، وقت الشتاء مكيف يعني تدفئة، وجميع سبل الراحة به، مطعم، خدمة حلوة به. نعم، أنا ككابتن كلفت بعدة واجبات في العراق تقريبا على جميع الخطوط السكل موجودة في العراق، من الجنوب البصرة إلى الشمال الموصل إلى الغرب القائم، يعني هذن والفرعيات يعني، وكلهن اشتغلنا يعني اشتغلنا بهن، والمسافرين والبضائع اشتغلت بهن. والله وقت الاحتلال كان يسيرون قطارات، كانت موجودة القطارات، بس توقف بهاي الأحداث الأخيرة، يعني توقف القطار، توقف له بحدود يعني 2 سنين هيجي، ورجع عاود بنشاطه وعاود بكفاته. والله القطار يعني عشقي، مثل يعني هي مثل ما تقول مهنتي، يعني احبها، اعشقها يعني هذا القطار، دائما هي ببالي هاي، يعني حتى اذا انا انزل من الواجب واخلص واجبي فهي ببالي، يعني دائما مثل وانا بالبيت اسال فلان صديقي طال واجب شلونك اخبارك الحمد لله على سلامتك، وهو بالواجب وهو كذلك، يعني مبادله الحديث، مثل من هو بالبيت وانا بالواجب يسال عليه، وهاي يعني احنا دائما. انا عندي ابني هسه ان شاء الله عندي ابني موجود وسايق حاليا، ابني سايق، بس يعني علمته كل يعني الامور الفنيه كسياقه، كل الامور الفنيه، ويقدر يعني باستطاعته يقود القطار من البصره، ابني هذا الزغير الوحده، عمره 17 سنه، منتظر بعد سنه يصير ان شاء الله نقدم له تعيين ان شاء الله. الرتبه 4 خطوط تمثل كابتن، يعني اقدم اي رتبتنا. اي هسه حاليا انا داخل المعامل، اشتغل داخل معامل والمحطه المركزيه والمعامل، انا جاي اودي قطارات واجيب المصلح والغير مصلح، وبنفس الوقت عندي شغل ثاني على الميلاين، انا اشتغل مسافرين مال البصره، بغداد بصره حاليا، وهذا القطار هم يوم الجمعه كل جمعه يطلع قطار سامره، انا اطلع به، انا يعني ثبتت عليه على الاصطاب، ثبتت على كل جمعه اجيب هذا القطار. والله المواقف الصعبه تفاجئ ان كثير، بس يعني نذكرين بعدها تتفاجئ بالكيرف، مثلا انت جاي تمشي بالكيرف وهذا على ما بامان الله، وتتفاجئ بسياره واقفه، سياره واقفه على الخط، يعني بصعوبه تقدر تتلافها وانت جاي تسير مثلا بسرعه 80 او 90 ماكو،
فتلقى هذا الموقف يعني بصعوبه تقدر نتداركه بصعوبه، هذا شوي نعاني منه ونتفاجئ منه دائما. والبيوت القريبه هاي هم تعيقنا، يعني تعرف التبيت وقريب عن السكه، هذا خطر. هذا اولا يعني متجاوز هو على الخط، على خط السكه وقريب على البيت، يعني هذا لازم احنا محرمات عندنا قواعدنا العامه بالسكك محرمات 50 متر يعني يمينا وشمالا من السكه. عندنا اكو مناطق يضربون بالحجار يعني اي يضربون، هاي غير حضاريه، ضاره غير حضاريه، يعني نائما احنا نرجو من المسؤولين يعني شويه يعني يثقفون الناس او الاعلام يثقفوا العالم على الامور هاي مال الحجر ويضربون احنا بالحج. الشيطان ينرجم مره واحده، احنا باليوم نرجم 20 مرة يعني من نفوت بالحجار هذا، فما معقولة يعني هاي يعني انتم مثل شوية يعني ماكو مثل الاباء يثقفوكم ويحاجوكم الناس وجهاء المناطق يعني يتابعوكم بهاي الشغلة، لك يعني ما نريد هاي الشغلة تتكرر، عيب والله عيب، يعني شغلة غير حضارية.